شاش نعم خلي بحال خلي خلي دير خلي بحالك حيفا مزيان عيطي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواني الكرام، تحياتي لكم جميعا. معكم رزق صالح عن ناس المحمدية. اليوم حنا في واحد المحل ديال محل حلقة والتجميل المحمدية، قريبا ان شاء الله الافتتاح ديالو في حي الحسنية جوج بلوك دي. ان شاء الله راه تكون معنا صاحبة المحل باش ان شاء الله غتشرح لنا شي حوايج وشي مسائل باش اي واحد يتوصل يعرف المعلومات في هذا الموقع ان شاء الله. ونتمنى من الجميع يشارك ويكون مشارك في هذا باش يعرف اشنا هو الجديد. وهاد اخت امينه فتحت هذا المحل هذا باسم تعاونيه، غادي دير واحد الثمن هو مناسب في الاستطاعه ديال الجميع ويكون مناسب للجميع ويكون في امكانيات الجميع. وحتى فتح المحل ديالها حتى المساعده بعض الناس اللي محتاجين او ما فحالهمش راه ممكن ان شاء الله تساعد معاهم. احنا ان شاء الله غادي تكون اخت امينه وغادي تشرح معنا اكثر باش الكل يعرف اشنو كاين في هذا المحل. هذا المحل كاين في حي الحسنية جوج بلوك دي، قرب كما كنسميوها حنا دار المخازنية او قرب بريد المغرب. اللي بغى يتواصل راه كاين رقم الهاتف ديال الاخت امينة. وبهذه المناسبة راه كانت مرحبا بالجميع والمحل ديال الجميع، بالاخص الناس اللي ما فحالهمش راه حتى هي تقدر يجيو عندها ويحكوا الوضعيه وتساعدهم وتفتح لهم هذا الباب هذا، لانه هذا المحل باش ان شاء الله يكون خير على مدينه المحمديه وبالاخص الحلاقه والتجميل وطريقه جديده ان شاء الله، والطريقه اللي غتكون عصريه لان هي دخلت واحد الاليه ان شاء الله اللي غتكون حديثه في ميدان الحلاقه والتجميل. هذا الشيء اللي محتاجين ليه هاد الظروف دابا. معنا الاخت امينه. الاخت امينه ممكن باش تجي هنا باش تشرحي للاخوان اللي كيشاهدوك في المباشر. الاخت امينه مرحبا، الاسم ديالك وسميتو اسم ديال التعاونيه ديالك، قربي شويه عندي هنا باش يشوفوا الناس. مرحبا الاخت امينه. اخت امينه ما ديش عليها راه اول مره كتدخل زعما تقريبا وتدخل في عالم افتراضي لان هي ما عندهاش حتى الفيسبوك، وهذا زعما غريب تنشوفوا في بعض النساء. ونتمنى من الاخت امينه تشرح لكم هذه الامور وكيفاش جات باش تصيب هذه التعاونيه والافكار باش النساء باش يعتمدوا على الحياه ديالهم ان شاء الله باش يكونوا في المستقبل وباش يعاونوا الوقت ديالهم. الاخت امينه مرحبا. الاخوان كلشي كيشاهدوك هنا غتشرحي لهم وهذا المحل فين كاين في الحسنيه، باش بزاف الناس كيسولوا هنا فين كاين العنوان ديال المحل باش يعرف ان شاء الله بحول الله. مرحبا بامينه، خذي راحتك وتكلمي كيما بغيتي. مرحبا بكم. هذه تعاونيه تقريبا درتها هذه مده ديال 3 سنوات، كانت عندي في الويديه وحاليا دابا هبطتها للمحمديه الحسنيه بلوك دي. مرحبا بكم ان شاء الله. كاينين مستجدات الحلقه داكشي زوين، عندنا ازاله الشعر بالليزر، عندنا تاتواج، عندنا ميكرو بليدينغ، عندنا كلافاج، عندنا السوان، عندنا تقريبا كلشي مستجدات ديال الحلقه كامله، لو جيل، كيراتين، تقريبا كلشي كاين عندنا. مرحبا بكم. ودايرين واحد الثمن يعني دايرين 400 درهم كلشي جميع. كنت قبيله في الحديث معك قبل ما نصور معك هذا وسولتك قلت لك الثمن اللي غديري واش ممكن غديري الثمن كل شيء، قلت لي دير الثمن فيه هذا الشيء كل شيء باش تشرحي للناس فيه كل شيء، فيه هذا الشيء ديال الاستيتيك وهذا الشوكتي داخل 400 درهم الشهر. 400 درهم الشهر. وباش تشرحي لهم المده ديال شحال ديال الوقت باش ياخذ الانسان كيتسلم الشهاده ديالو؟ تقريبا مده ديال 6 شهور الانسان ياخذ الشهاده ديالو.
مزيان. هذه طريقه سريعه في التعليم ديال الحلاقه والتجميل بالمحمديه. علاش قلت لكم في الاول بان غتكون طريقه جديده ان شاء الله، حيث العاد في مدينه المحمديه وبفضل الاخت امينه عن طريق تعاونيه اللي هي تعاونيه اسم التعاون ديالك اخت امينه باش اسم ديال التعاونيه تعديل الحلاقه والتجميل بالمحمديه. بالمناسبه انا والحضور ديالنا انا والاخ فن عبد الجليل كاتب عام ديال جمعيه الانامي الذهبيه للحلاقه والتجميل المحمديه، والاخ عبد الجليل راه فاش شاف المحل راه تبارك الله كان شجعك وداك الشيء. الاخ عبد الجليل شي كلمه في الموضوع باش تشجعوا الاخت امينه بحكم اننا حنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبد الجليل فن الكاتب العام من جمعية الأنامي الذهبية. حنا في لبينا الدعوة ديال الأخت أمينة منخرطة معنا في جمعية الأنامي الذهبية. حنا لبينا الدعوة ديالها باش نشوفوا الافتتاح ديال ليكول ديالها اللي سماتها ميغوار ماجيك، ايكول غاية في الروعة. داكشي كيضاهي المستجدات اللي كاينة دابا في عالم الحلاقة. درنا واحد الدويرة على شوف السي صالح ليكول، داكشي اخر ما كاين، داكشي زوين تبارك الله. والغريب في الامر هو ان الاثمنه كيف ما قالت لينا السيده امينه بان اثمنه مغريه في متناول الجميع، 100 درهم فيها كل شيء، فيها الاستيتيك، فيها تعليم ديال الحلاقه، وزعما اثمنه زوينه. وكاين واحد هذا اللي تفاجات انايا هو لي كور اكسيليري، يعني بامكان التلميذ ولا التلميذه ياخذ الدبلوم ديالو في 6 شهور. كدير ديك المساله ديال لي كور اكسيليري، عوض ما ياخذها مثلا في عام ونص ولا عامين غياخذها في 6 شهور. هذه اول مره كنسمعها في ايكول ديال الحلاقه. تبارك الله عليك لاله امينه، هذا الشيء زوين تبارك الله بزاف. واش غنقول لك ما نزيدوك غير الخير، وحنا نمدوا لك يد المساعده في اي حاجه ان شاء الله الا احتاجتيها ولا شي حاجه. هنيئا لك مبروك. سي عبد الجليل، واحد الكلمه صراحه، لانك تعرف كاين واحد الاحتكار في مدينه المحمديه بعد المدارس ديال الحلقه والتجميل المحمديه، وهنا كنشوفوا بهذه الطريقه باش فتحات الاخت صراحه مشكوره امينه خلقات تعاونيه للحلقه، وهذه اول مره كنشوفوا تعاونيه ديال الحلقه المحمديه، وغادرت فيها مؤسسه تعليميه وتشجعات وجابت الماتيريال وسولتها كيفاش كافحت باش خدات الماتيريال. هذا تبارك الله عليها. اش بغيت تقول في الموضوع هذا؟ تبارك الله عليها، انسانه مجتهده، كتعرف منين كيفاش دير هذا باش دير ايكول ديالها. اختارت واحد الطريقه ديال التعاونيه ولقات تسهيلات كبيره من طرف الدوله. هنايا كنوهوا بالدوله اللي كتساعد الشباب، يعني سولناها قالت لك اودي كل شيء كان داز في ليونه وداز في مرونه، وساعدوها تماديا وفتحات ايكول ديال الحلاقه بالرخصه ديالها بالوثائق ديالها. وهذا الشيء كيشرفنا حنايا كجمعيه، لاننا حنا كنحاربوا العشوائيه. كنشوفوا عده صالونات وعده مدارس كيتفتحوا بلا رخص بلا والو. السيده امينه عندها الرخص ديالها وراتهم لينا، جميع الوثائق. هذا الشيء كيشرفنا حنايا، وتا الحضور ديالنا كان عطانا كيعطينا حتى حنا واحد القيمه، لاننا كنجيو كنساعدوا واحد السيده اللي كتدير مسائل ديالها قانونيه. يعني بالفعل اخ عبد الجليل، هي الاخت امينه كانت من الاخوات اللي كتجتهد بزاف. باش تفكر وتسولات على ان راه كاينه جمعيه في المحمديه، وبقات حتى توصلت وتواصلت معي انا باش تعرف بان شكون رئيس الجمعيه، وتواصلت معي وقالت لي ضروري بغيت نشوفكم، بغيت ناخذ الافكار ديالكم ونستشر معكم، وتجيو تشرفوني وتشوفوا المحل ديالي وتشجعوني. هذه في حد ذاتها راه قلبه كبير، لان باش انسان يبقى كيفكر بان سمعت جمعيه في المحمديه وتواصلت معنا وجينا سميتو هذه ماشي لا زعما دخلات من الباب ماشي دخلات من النافذه كيف ما كنقولوا. احترمت جميع المسائل، احترمت الاعراف، احترمت الجمعيه، عطات قيمه للجمعيه، جات انخرطات معنا في الجمعيه وداك الشيء، يعني عطات واحد القيمه للجمعيه. والكلام اللي قالت في حق الجمعيه هو قالت لك بان الاخوان الاعضاء ديال الجمعيه الباب ديال مفتوح في زوج الجميع، شي واحد اللي بغى يسجل شي واحد اشنا هي راه الدنيا هذا كتاب بوحدو، وحنا الباب ديال الاخوان وكلهم اعضاء ديال المكتب الباب ديال مفتوح ومرحبا بهم في اي وقت. بالمناسبه راه كيطرح لك الاخ مصطفى زهير
هنا نائب الرئيس مكلف الناطق الرسمي باسم الجمعيه كيقول لك بغى يسجل المدام ديالو. انا غادي نعطيك الكلمه وغادي ترحب به مباشره. سي مصطفى بقى معنا على الخط باش اخت امينه غادي ترحب بك وغتقول لك مرحبا. انا اكيد غتقول لك مرحبا بالزوجه ديالك. لا انت ولا الاخ فؤاد مرحبا بكم. راه الاخت كلهم كيشوفوا هنا غادي تجاوبي انت ماشي غادي تجي لان غادي نبقاو لحنا هنا في دردشه باش بصراحة أنا من ديال الحلقة أنا شفت الناس كيفتحوا مدارس ديال الحلقة صراحة أغلبية صحاب الشكارة، ولكن أنت اليوم من جيتي حريفية كما كنقولوا كنعرفوكم من القديم وفتحتي المحل ديال الحلقة وبغيتي كتطوري لا أخص من قلتي لي غديري شي حوايج بالليزر وهذه إلى آخره راك كتجتهدي وغتشوفي الشركة. نتمنى لك إن شاء الله التوفيق والنجاح. الأخ عبد الجليل شي كلمة أخيرة باش نعطي الأخت. واش غنقول لك؟ كنشكر امينه وكنتمنى لها المزيد من التوفيق ان شاء الله والتعلق، وحنا راه الاشاره في اي حاجه في اي حاجه نقدموا لها يد المساعده في اي حاجه. وهذا البادره هذه اللي كتقول لك الاعضاء الزوجات ديالهم ولا الاخوات ديالهم ولا الاقارب ديالهم يجيو للمدرسه كتقول كتقول الباب كتقول الباب مفتوح ما تاتمنه ما هدرتش عليها باش باش ما نظلموهاش. بارك الله فيك لاله امينه نبقاو مدينين ليك بهذه الكلمات هذه اللي رايحه رحبتي بنا. شكرا جزيلا. انت راك حنا دابا في الجمعيه هادشي اللي غنقول لك الله يكمل بخير. اخت امينه خاصك دابا ما تنساش هنيئا بعيد المراه لسيدات العالم كامل، وهي ذات الافتتاح هذا وقال لي راه غير صدفه. قلت لها راه اليوم راه كاين عيد المراه، عيد يوم عالمي عيد المراه، ودارت الاحتفال ديالها في هذا النهار هذا. من هذا كنبارك ليها وكنتمنى لها الخير ان شاء الله. الاخت امينه بصراحه تبارك الله عليك، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق والنجاح ونتمنى لك ان شاء الله المزيد من التالق والنجاح الدائم ان شاء الله بحول الله. حنا كحلاقين بعدا كحريفيه وكجمعيه وك جمعويين في المحمديه صراحه غادي ندعموك وغادي نتعاونوا معك. وانا صراحه انا كنقول لك نيابه عن جميع اعضاء ديال المكتب راه الاخوان كلهم ديال المكتب راهم راه الاشاره ديالك بدون استثناء. والاخوان ديال المكتب اللي معنا راه كلهم حنا خوت، حنا كلنا اصدقاء، 11 واحد كلنا اصدقاء وكلنا ناس كنعرفوا بعضياتنا واصدقاء ديال بعضياتنا وكلهم كنحبوا بعضياتنا. راه من جيت انا وسي عبد الجليل ومثلنا وهضرنا هنا وقفنا راه عارفين شنو كاين. الاخوان ديالنا راه كلهم اخص مصطفى زاهر باغي يسجل الزوجه ديالو. تاكدي لي مصطفى زاهر اسمع اميره شنو غادي نقول لك. مرحبا بالزوجة ديالك وكون على يقين ان شاء الله غتعلم وانا علمها مزيان. هذاك الشيء اللي كون ليكم اكسيليغي الست شهور تاخذ الدبلوم ديال السي مصطفى. اسمع الشيء شنو يقول؟ السي مصطفى ليكم اكسيليغي الست شهور داك الشيء اللي غادي دوزو في عامين غادوزو في الست شهور تاخذ الدبلوم ديالها. واش بغيتي؟ لان انا اصلا مسجله تقريبا 3 اتفاقيات، وحده في فاس، وحده في مكناس، وحده في كازا. هادو كامل اتفاقيات مسجله معاهم الحمد لله، ما كيتسدوش البيبان في وجهي الحمد لله اللهم لك الحمد. وكنت كنشارك في مهرجانات ديال من طنجه للبويره، دائما كنكون انايا هي الاولى في الجائزه في الشواهد، واللي كيكون كيقرا عندي هو كيقرا وهو كيسير في الشواهد ديالو. هذه دائما هو مسجل عندي وفي نفس الوقت كياخذ الدبلومات ديالو ان شاء الله. هذا الشيء لدرجه انه جونا مهرجانات على الصعيد الاوروبي، جانا روما، جانا فرنسا، جانا اسبانيا، وما تعدات حتىش الظروف مع كورونا الحمد لله. الله يدير علينا هذا الوباء، نتمنوهم الله يدير علينا هذا الوباء. الايام زوينه مازال قدامنا ان شاء الله. انا بغيتك صراحه بغيت توصلي واحد الكلمه لجميع الناس كيشاهدوك وجميع المواطنين اللي كيشوفوك عبر هذا الفيسبوك وهذه الصفحه ان شاء الله المقاره باش الناس يفهموا التسجيل واش مفتوح من دابا، وشنو هما الشروط اللي كطلبي التسجيل، الوثائق اللي كطلبي باش حتى الناس بلا ما يبقاو يسولوا ولا يجوا يكونوا يفهموا كل شيء.
قولي اشنا هما الوثائق اللي كطلبي مثلا من اي واحد بغى يتسجل في هذه المؤسسه؟ اشنا هما الوثائق اللي كطلب؟ مثلا شهاده مدرسيه، فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال الا كان عنده العقد ديال فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، كان باقي قاصير مثلا عقد ازدياد او شهاده سكنه او شي وثيقه اللي كتثبت بانه راه. اشنا هما الوثائق اخت امينه؟ بالنسبه للوثائق غير بالنسبه للقاصر يجيب لي غير عقد ازدياد، وبالنسبه للاخرين يجيبوا لي فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديالكم وجوج تصاور صافي. هادشي اللي كنطلب منهم. وتقريبا ثمن التسجيل في البدايه شحال امينه؟ عندنا غير لاسيرونس نخلصوا فيها غير 150. انا شفت اقل لاسيرونس هي 150 تامين ديال التامين 150، وبالنسبه للشهر عندنا دايره 400 درهم بروموسيون هاد السنه كيفاش تيتاح علينا في هنايا. حيت كيسولوا الناس 400 درهم واش فيها كل شيء؟ فيها كل شيء، فيها الميكرو بليدين، فيها الكلاصاج، فيها السوان، فيها لوجيل، فيها تقريبا كل شيء فيها. كما تشاهدون هي صراحه القاعه ديال الحلقه هي قاعه مريحه، قاعه كبيره مهويه، قاعه تستحق باش تكون فيها الحلقه، وفي نفس الوقت راه فاتح حتى محل ديال الحلقه والتجميل في نفس المؤسسه كتخدم فيه هذا الشيء ديال الحلقه باش توصل للزملاء ديالك اللي غيشوفوك بانك عندك محل ديال الحلقه دير فيه حلقه النساء خاص بالنساء بثمن رمزي وثمن ثمن مناسب. مثال ديال انت شكل ديال الصالون انا اللي تنخدم بايديا، مرحبا وتثمن تاويا مناسب. ايوا كلشي تبارك الله، انا كيبارك لك وكلشي كيشكر فيك. فهمتي، نتمنى ان شاء الله ونتمنى لك التوفيق والنجاح، ونتمنى من الاخوان كلشي بارطاجي هذا الفيديو هذا ويوصل التعاون مع الاخوات ونتعاون مع جميع الحرفيين، وبالاخص الحرفيين اللي عندنا في الجروب يتعاونوا معنا ان شاء الله ويديروا بارطاجي لهذا الفيديو باش يوصل، باش اي واحد نتعاونوا معاه اللي باغي طريق الخير وطريق المعقول وطريق الصحيح راه هي هذه. لان الاخت امينه فاش جلسنا معها راه شفنا الوثائق ديال التعاونيه وشنا الوثائق باش فاتحه والقوانين ديالها، راه ماشي نظن درنا هذا المباشر وماشي حنا كنجاملوا شي واحد، حنا كنهضروا بالمعقول. ودائما كما قال الاخ عبد الجليل السيد الكاتب العام، حنا كنحاربوا هذا الشيء اللي غير قانونيين، وحنا اليوم فرحنا ملي شفنا الاخت امينه فتحات بالقوانين ديالها بالشروط ديالها بجميع المواثيق ديالها كاينه في يديها. هذه حنا فرحنا بان كنشوفوا رجال وكنشوفوا ناس قويه في المدينه المحمديه، كما كنقولوا كان الاخ عبد الجليل قوي العضلات كيفتحوا محلات غير قانونيين عندهم علاقات في السلطه اعاقات. من هذه المناسبة من هذا المنبر كنوجه رسالة إلى السيد عمال عامة محمدية والسيد الباشا والسادة القيادة في جميع المقاطعات، يحاولوا يبحثوا ويفكروا في جميع المحلات المحلولة بدون سند قانوني. هنا ملي كنلقاو أخت مرأة فاتحة محل بجميع القوانين وجميع الشروط وحتى التهوية وحتى الالتزامات اللي كاينة دابا في مناسبة جائحة كورونا كاينة، ونتمنى إن شاء الله من الإخوان يبارطاجيو هذا الفيديو. آخر كلمة بغيت تقولها أمينة، مرحبا إن شاء الله نكونوا راه الإشراف. شكرا لكم نتوما بزاف، والحمد لله لبيتوا الطلب ديالي وكنشكركم شكرا بزاف. هنا بعد الاخوان طرح لي واحد السؤال قبيل راه شفتو طلع سميتو الاخ ايوب. احنا الاخت امينه ما عمري شفتها اول مره، ما عمرها شافتني اول مره، والسي عبد الجليل كذلك المثال، والاخ رشيد راه حنا ما عمرنا شفناها غير في التليفون، تواصلنا معها وجينا عندها ما كاين لا مجامله لا والو، حنا كلنا بحال كلنا سواسيه، حنا ما كنهزو حتى بشي واحد، حنا كلشي بحال هذا كلام حق قلناه، وهذه الكلمه غادي يرد عليك السي عبد الجليل لانه هو اللي قال. حنا كنقولوا كلام الحق في اي واحد، حنا ما كنجاملوا حتى شي واحد الاخ كريم، والسي عبد الجليل شي كلمه باش نكونوا واضحين في هذا الموضوع هذا. واش نقول لك؟ حنا لا البلده حنا كجمعيه احنا مع الجميع، احنا مع الجميع، وكندعموا الجميع، كندعموا القليل والضعيف والكبير والغني والفقير باش يكون، ولكن بالقانون ماشي غير شي واحد خارق القانون ونعاملوه، لا، هذا احنا كأي واحد اللي عنده القانون ديالو والوثائق ديالو والمسائل ديالو معقوله نجيو وندعموه قانونيا بالمعنوي نزلوا المعنويات ديالو ونديروا حتى الاشهار بحال هكا بدون مقابل. لان الاخت امينه كانت ناقشت معايا قالت لك بغات جريده الكترونيه والظروف صعيبه دابا والامور باقا ما فتحاش، وقلنا احنا غادي نساعدوك وغادي نفتحوا لك هذا الموقع ديالنا وغندير لك واحد اللايف واحد المباشر باش الناس تشوفوا هذا المحل ديالك اللي هو كتشوفوه دابا، وهو الشيء واضح وباين، احنا ما مخبيين حتى شي حاجه. السي عبد الجليل شي رساله بالطريقه هذه باش الناس يفهموا شنو هو الدور ديال الجمعيه، وحنا راه مع الجميع. فعلا حنا كجمعيه الانامي الذهبيه اول حاجه اسسنا جمعيه الانامي الذهبيه على ارضيه صلبه، التقنين والتقنين ديال ارضيه صلبه، ونحيدوا ديك المسائل كامله ديال 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 العشوائيه باش المحلات كلهم يكونوا مقنين وتكون عندهم جميع الوسائل ديالهم القانونيه.
كنا